السلام عليكم. اليوم نروح لولاية خنشلة لنعرفكم عن تجربة نتاع استثمار شركة كوسيدر في إنتاج نبات الذرة المخصص للعلف وكذلك لتحويل صناعة تحويلية تاع الذرة إذا، وفي هذه المنطقة اللي تقع بجنوب ولاية خنشلة وما يسمى بالصحراء خنشلة. إذا تم استصلاح ما لا يقل عن 250 هكتار من الأراضي القاحلة الصحراوية شبه صحراوية لإنتاج الذرة. إذا بدون إطالة نخليكم مع هذا الفيديو المنتج من طرف الغرفة الفلاحية الجزائرية في ما يخص استثمارات شركة كوسيدر بفرعها الفلاحي في ولاية خنشلة. أترككم تتابعون والسلام عليكم. من بين المحاصيل الاستراتيجية اللي تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على توسيعها هو محصول الذرة. هنا في ولاية خنشلة وتحديدا جنوب خنشلة يتم زراعة الذرة عن طريق مجمع كوسيدر وتحديدا الفرع الفلاحي، حيث تمت زراعة مساحة معتبرة ويتم المتابعة التقنية لهذا المحصول. احنا رحنا في منطقة صحراء خنشلة الميتة. فيما يخص برنامج وزارة الفلاحة استغلينا مساحة 240 هكتار للذرة، عندنا 80 هكتار علف وعندنا 160 هكتار لذرة حب. هذا المنتوج ان شاء الله يروح للوناب، هو اللي يستغل المنتوج هذا، منتوج الذرة. كل محطه كان مهندس فلاحي وتقني فلاحي هما اللي يستغلوا يتبعوا في البرنامج هذا. حرقنا الارض ودرنا الاسمده قبل الزرع وزرعنا فيك، جبنا دي سيموار دو بريسيزيون بي ام تي اللي جبناها من عندها. هو المايس يسحق بزاف الماء، دونك وحنا زرعنا في الصيف، دونك لي ريغاسيون ما تحبش، نسقيوها كل يوم باش خاطر لا برودكسيون هي سي اون فونكسيون دو ليريغاسيون، كانك كميه الماء راك تحتمد له. هذا البيفو هذا بالاخص راهو ان شاء الله حيجيب منتوج كبير. احنا نظنوا يجيب بين 30 و40 طن في العلف. جاو دي اس جاو شافونا وجاو لي تي جي سي جاو شافونا وعطاونا لي روماك تاعهم، الملاحظات واش خصنا نديروا، واش خصنا النقائص اللي كاينين. بالنسبة لهذه المستثمرة رأينا مستقبلا أن تكون فضاء لتكوين الفلاحين. نريد تخفيف ولا تقليل من التقنيات التقليدية بالنسبة للسقي التي تحضر المال والجهد والوقت، وهذا باستعمال التقنيات الحديثة خاصة باقتصاد الماء خاصة البيو رش المحور. هناك مقررة صدرت حديثا خاصة بالوين كان مرافقة الدولة للفلاحين بتدعيم الفلاحين باقتناء هذه الوسائل الخاصة باقتصاد الماء، وبالتالي نريد توسيع المساحات المسقية الموجهة للزراعات الاستراتيجية.